نفس الكلام هو بقدر اعمله برضو في الانتجريشن. يعني ممكن اثبت برضو الانتجريشن هو الانتجريشن بتاع واي اوف تي، اوكي، اللابلاس ترانسفورم بتاعه هو عباره عن واي اوف اس على اس، اوكي. هتخيل الانتجريشن ده اكنه هو عباره عن يعني ديفرنشيشن اس ناقص واحد، اوكي. فيبقى اكني بدل ما كنت مثلا بقول فيرست ديريفاتيف اس، يبقى معنى كده الانتجريشن الاولاني اللي هو بتاعنا ده هيبقى اس اس ناقص واحد، اوكي. لو احنا حطيناها برضو بالشكل ده، هقول برضو ان احنا عندنا الديريفاتيف بتاعها بيساوي، لو انا خدت الديريفاتيف بتاع الكلام ده هو هيساوي واي اوف تي يو اوف تي، واللابلاس ترانسفورميشن بتاع الديريفاتيف ده هيساوي كام؟ هيساوي اس اوف اس اف اوف اس ناقص اف اوف زيرو، اللي هو يعني في الاخر بيساوي الواي اوف اس بتاعتنا. واي اوف اس هي عباره عن الانتجريشن بتاعنا اللي موجود هنا، اوكي، او هي يعني بتكلم على ان الديريفاتيف بتاع الفانكشن دي هو في الاخر بيساوي الواي. فمعنى كده ان انا دلوقتي من الديفرنشيشن بروبرتي بتاعتي لقيت ان الديريفاتيف دوت اللي هو الديريفاتيف بتاع الحاجه اللي موجوده هنا ده، اللي هو عباره عن اس اف اوف اس ماينس اف اوف زيرو، اللي هو بيساوي واي اوف تي في الاخر، اوكي. يبقى معنى كده، بمعنى كده ان انا بتكلم على ان اللابلاس ترانسفورميشن بتاعي بتاع اف اوف اس، اوكي، هيساوي ايه بقى؟ هيساوي واي اوف اس على اس، لو افترضت ان انا عندي الايه اف اوف زيرو ده بتاعي ده بيساوي زيرو.